ما معنى أن المسيح هو ابن الله؟ بنوة المسيح ليست بنوة تناسلية، فالله روح، ولأن الله روح فهو لا تركيب فيه ولا يتناسل ولا يتعرض للزيادة والنقصان. ففكرة أن المسيح ابن الله من خلال ولادة تناسلية فكرة أبعد ما تكون عن الإيمان المسيحي، فحاشا لله أن يفعل هذا. كما أن أيضا ابن الله ليست معناها أن المسيح كان إنسان والله تبناه زي ما كان بيدعي البعض. إن الله رأى المسيح شخص جميل ورائع وصادق ومحب فتبناه وأطلق عليه لقب ابن الله. كما أن أيضا ابن الله لا تعني الأسبقية، بمعنى أن احنا دايما في فكرنا كبشر أنه الأب يسبق الابن في وجوده، لكن ليس هذا هو عندما نتحدث عن اللاهوت. فالله بذاته، الله بكلمته، الله بروحه منذ الأزل وإلى الأبد. ما جاش وقت من الأوقات الكلمة لم يكن موجودا ولا الروح لم يكن موجودا. لكن ابن الله تعني في الإيمان المسيحي أن المسيح مساوي في الطبيعة لله، له نفس الطبيعة، نفس طبيعة الله، نفس الجوهر الإلهي، من نفس الجوهر الإلهي. ولأجل هذا أيضا هو يحمل كل الصفات الإلهية. لأجل هذا يقول الرسول بولس أنه يحل فيه كل ملء اللاهوت جسديا. في الرب يسوع رأينا الله المتجسد، رأينا الكلمة الذي صار جسدا وحل بيننا، المعادل لله في طبيعته وفي صفاته وفي جوهره. هذا هو معنى المسيح ابن الله.